هذه الامه المرحومه، يعني احنا ننتمي الى النبي الاعظم صلى الله عليه واله بنحو من الحاء الانتماء، النبي الاعظم وامير المؤمنين ابوا هذه الامه، انا وعلي ابوا هذه الامه، فاذا صدر من شخص من هذه الامه المرحومه ذنب، النبي يتالم. الإمام الحجة صلوات الله عليه وهو إمام زماننا يتألم أكو في الرواية لا تسوء رسول الله صلى الله عليه وآله راجع الرواية في البحار النبي يتألم الإمام المهدي يتألم أئمة أهل البيت يتألمون مثل الأب اللي يتعلم فيعتذر إلى الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لي يعني لأجلي اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصا الإمام لم يرتكب ذنبا مع التفسير اللي في الروايات موجود للذنوب التي تهتك العصا حاشاه مقامه فوق ذلك ويطهركم تطهيرا، ولكن اغفر لي لاجلي هذه الذنوب التي تهتك العصا، اللهم اغفر لي الذنوب التي لي لاجلي تنزل النقم، يعني هذه الذنوب، راجعوا في الروايه تفسير هذه الذنوب، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، هو يتحمل المسؤول. هاي القضية ما أدري نقلتها لكم قديما لو لا، أنا قديما قارئ هاي القضية فأنقلها لعله بالمضمون. فد واحد مسلم فقير وجد خاتما، خاتم ثمين فقير وجد خاتم، بحث فرأى ان مالك هذا الخاتم رجل كافر ثري، اجى الى ذلك الكافر وقدم له الخاتم، قال هذا خاتمك اخته، قال له الكافر: انت فقير؟ قال نعم. قال تعلم اني كافر؟ قال نعم. قال: تعلم اني لم اكن اعلم انك اخذت هذا الخاتم؟ قال: نعم، مضمون القضية. قال: فلماذا لم تنزل هذا الخاتم في جيبك وتاكله؟ قال: اتفاقا انا فكرت في نفس هذا الشيء، انه اخذ هذا الخاتم، وأتعيش؟ بي قال له فلماذا لم تفعل هذا العمل؟ قال إحنا نبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. نبيكم عيسى أو موسى في يوم القيامة نبيكم مثلاً إذا كان مسيحي نبيكم عيسى يأتي إلى نبينا ويقول إن رجلاً من أمتك سرقه خاتم رجل من امتي، النبي يشعر بالالم ويشعر بالامتعاض ولعله يشعر بالخجل، انا شفت ان هذا هذه الثروه لا تساوي امتعاض رسول الله والمه فتركته لذلك. النبي يتالم طبعا النبي يتاثر الائمه صلوات الله عليهم عندما تعرض عليهم اعمالنا في كل يوم خميس وفي كل يوم اثنين يتالمون من سجل اعمالنا فيعتذرون الى الله سبحانه وتعالى من ذلك